تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظم مصر المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية أديكس 2021 في دورته الثانية في الفترة من 29 من نوفمبر وحتى 2 من ديسمبر المقبل. في هذا الصدد أكد الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع على تطلع مصر لاستقبال أهم الرواد في صناعة الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المعرض يأتي لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات العسكرية. ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور لأكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح. هاتفيا ينضم إلينا اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. بعد التحية لك سيادة اللواء، إذن تحت رعاية الرئيس السيسي بتنظم مصر المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية أديكس 2021 في دورته الثانية. من المتوقع يا سيادة اللواء أنه يكون هناك أكثر من 400 عارض في هذا المعرض هيعرضوا أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح. أهمية هذه المعارض وأهمية أن تنظم مصر هذه المعارض. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ شادي، وبقول باكد على ان هذه المعارض بتؤكد وترسخ لمفهوم الدوله القويه. مصر هنا دوله قويه، الدليل على ذلك انها عندما اقامت المعرض في سنه 2018 كان حضر تقريبا 350 عارض. أيوة. عمل من 3 ل 5/12 حضروا 41 دوله منهم 10 وزير دفاع خلاف العسكريين المعنيين على مستوى العالم بهذا المجال. لما بيجي عندنا هذا الضخم وهذا الحجم من القيادات العسكريه على مستوى العالم دلاله على ان مصر بلد امنه، نمره واحد. نمره اثنين، ده بتعزز فرص اقتصاد وفرص استثمار داخل الدوله المصريه، لان الدوله القادره على تنظيم هذه المعارض بشهاده توماس جونيت اللي هو المدير التنفيذي لشركه كلاريون المنظمه للمعرض، اعتقد ان ده دلاله اللي كان في المعرض الاول وفي المعرض الثاني طبعا، بيؤكد على ان مصر الحمد لله دوله قويه، دوله قادره على تنفيذ متطلبات الامن القومي، حفظ السلام في المنطقه، دوله رائد، دوله قادره على حفظ الاستقرار للعالم كله باقامتها لمثل هذه المعارض. القوي هو اللي بيعمل معارض، القوي هو اللي بيستعرض قواته وبيستعرض معداته، القوي هو اللي بيقدر في ظل جائحه كورونا ينظم مثل هذه المعارض. يعني عندنا النهارده النجم الساطع ب 21 دوله من مختلف العالم، في تقريبا 40,000 مقاتل من مختلف دول العالم، يمكن خلال الامس زارهم عدد كبير جدا سواء القاده المركزيه او مسؤول الدفاع الوطني في احد الولايات الامريكيه. ده دلاله على ان مصر فعلا حاضنه ودوله استقرار ودوله رياده ودوله فرصه ومجال خاص بتبادل الخبرات بين العالم وبعض البعض. ده مش بكلامي، ده بكلام العناصر المعنيه اللي جت زارتنا بالامس في النجم الساطع. لما انظم بقى معرض زي معرض ايدكس بيضم على هذا الحجم، يعني تقريبا متوقع 30 بيضم ايضا الانتاج العسكري المصري يا سياده اللواء. بالظبط، ده خلاف توطين الصناعات بقى، ما انا ده جزء، انا بتكلم على الاستقرار والامن من جهه، ثم ناتي للجهه الاخرى الاستفاده العسكريه. ايوه، من عناصرنا فكره التصنيع، فكره حق التسويق والبيع، فكره حق براءه الصناعات للتعاطي مع الدول، كل ده يؤكد ويدل دائما ابدا على ان مصر فعلا الحمد لله مصر قاضيه ماضية في طريقها رغم كل التهديدات والتحديات اللي بتنتاب العالم كله وليس مصر. وطبعا يعني مش بس هم اللي بيستفيدوا من وجودهم في هذا المعرض، ولكن احنا كمان بنستفيد، لانه يعني الأنظمة التسليحية الموجودة لدى مصر الآن هي تستحق العرض في هذه يعني المعارض الدولية، لانه بالتأكيد هيكون لها سوق ايضا جيد وهيكون منتجاتنا معروفة ايضا للكل. بالظبط، اولا منتجاتنا معروفه للكل، وقدراتنا التكنولوجيه المتطوره في اطار التوطين لهذه الصناعات الجديده اللي جايه لنا من الدول في اطار الاسلحه اللي جايه معاهم بيعرضوها، اعتقد ان بيؤكد ودل على انك انت حاويه حاضنه للتكنولوجيا المتطوره في مجال التسليح. ده من جهه، من جهه ثانيه بتدي مصداقيه للعالم كله على قدره ورياده مصر. الجزء الثالث، انت اسلحتك وعناصرك وحاجاتك ومعداتك وما تمتلكه من مقاومات، اعتقد انه فرصه للترويج ليه يعني للعالم كله. صحيح، وبالتاكيد هناك جديد تقدمه مصر في خلال هذا المعرض. ما احنا كل معرض يا فندم بنقدم جديد، ويمكن المعرض اللي فات قدمنا بعض القطع، بعض البنادق بالرادار وبعض الاسلحه وبعض المعدات وبعض العربات المدرعه، وكان فرصه في تسابق من دول العالم على سواء الشراء او حق التسويق او حق البيع او حق يعني الحصول على الامتيازات دي اللي موجوده في الاسلحه المصريه. هنا بقول للعالم كله ان انا بضاهي او ند للقوى الكبرى.
انا مش عارض فقط لا غير، لا ده انا عندي نديه في مجال التسليح، مجال التصنيع، مجال توطين الصناعات العسكريه المتميزه في من خلال المعارض اللي بتجريها الدوله المصريه في هذا الصدد. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، كنت معنا هاتفيا اللواء عادل العمده المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا.